طرقنا كذا مرة نايف صباحية الدوزام لمشكل التداوي العشوائي بمادة الكورتيزون. بحقيقة الكورتيزون عمرنا ما خصصنا لها حلقة دكتورة ياك، باش نتكلموا على الهرمونة بوحديتها علاش كتصلاح وشنو هما الاستعمالات الطبية ديال هاد الهرمون باش نتفاداو الاستعمالات العشوائية. دونك شنو هي مادة الكورتيزون دكتور؟ الكورتيزول او الهيدروكورتيزون هي واحد الهرمونة اللي كتفرز بشكل طبيعي في الذات ديالنا، كتفرز من واحد الغدد اللي كيكونوا فوق من الكليتين لي غلوند سورينال. الوغ عندهم واحد الدور حيوي في الحياه ديالنا، علاش؟ لانهم كيتحكموا في الميتابوليزم ديال السكريات والبروتينات. كذلك عندهم واحد الفعاليه كبيره على الالتهابات، فهي كتنقص من الالتهابات وكتنقص من التفاعلات المنائيه، وغراس لهاد جوج الخاصيات عليها كنستعملوها في التداوي، لانها كما قلت كتنقص لينا بزاف من الالتهاب ومن التفاعلات المنائيه. تنستعملوها في التداوي يعني تندخلوا ماده الكورتيزون للجسم ديالنا، يعني هذا بان الجسم ديالنا ما بقاش يصنعها بطريقه يعني كافيه، ولا انتم تزيدوا منها باش تكون فعاليه؟ هنا سي مرض اللي ماده الكورتيزون كتكون قليله، ما غنتكلموش عليه، ماشي هو الهدف من هذه الحلقه. الهدف من هذه الحلقه هو هذه الماده، شنو هي لما كندخل، شنو هما لي زانديكاسيون، امتى كنعطيوها، شنو هما الاعراض الجانبيه ديالها. الوغ هاد ماده الكورتيزون كما قلت بما انها كتهبط لنا من الالتهابات بزاف، فحنا كنستعملوها بشكل كثير لما كيكون عندنا التهابات مزمنه. بو امبورت فين كاين هذا الالتهاب، يقدر يكون في الرئتين، في الكليتين، في المفاصل، في اي منطقه في الجسم الا ان واحد الالتهاب مزمن. لما كنستعملوا ادويه اللي كتحتوي الى ماده الكورتيزون، فحنا هذه الالتهابات كنقصوا منها. الامراض المنائيه ولا لي مالادي دو سيستيم حتى هما كنقدروا نستعملوا في هذه الكورتيكويد باش نهبطوا من من من, من الالتهابات ومن التفاعلات المنائيه. كذلك عندها دور في الامراض اللي فيهم الحساسيه، بحال دابا لازم لا غينيت اليرجيك ليكزيما. دونك الكورتيكويد هي من الادويه اللي الاساسيه اللي كنستعملوها في هذه الحالات. شنو الفرق ما بين الكورتيزون، ماده الكورتيزون والكورتيكويد؟ حيت جوج تسامي تسالبهم نفس الشيء. الوغ الكورتيزول او الهيدروكورتيزون هي الهرمون اللي عندنا في الذات، ولي كورتيكويد هما نفس الماده ولكن مصطنعه. واضح، ما عمرني ما فهمتها. سانتيتيزي داكور، صناعيه ماشي طبيعيه. واضح، عندها نفس الفعاليه لا ميم كومبوزيسيون شيميك. دونك الكورتيزون عندها منافع كثيره وتتعاون في التهابات بزاف، ولكن عندها اضرار وخايبه بزاف، عندها اعراض جانبيه. اون جينيرال هاد لي كورتيكويد كيفاش كنستعملوهم؟ كنستعملوهم اما لمده قصيره ما كنفوتوش خمس ايام. لما كتكون عندنا التهابات حاده فهي كتعاوننا بزاف باش كنقصوا الالتهاب. وبيان سور فاش كنقول كنستعملوها باستشاره طبيه، ما كنستعملوهاش لراسنا، باسكو الناس عندهم لا مان فاسيل على هاد لي كورتيكويد، ولا كنقدروا نستعملوها، كنضطروا في بعض الاحيان ان نستعملوها لمده طويله لما كتكون لنا امراض مزمنه التهابيه مزمنه اللي ما كيبقاش عندنا الحل، ما كيكونش عندنا حل اخر الا الاستعمال ديالها. وكتكون الاستعمال ديالها تحت واحد المراقبه طبيه اللي صارمه. علاش؟ لان عندها بزاف الاعراض الجانبيه. الوغ اول حاجه الاعراض الاولى اللي كتبان جانبيه ديالها هو ان الشخص كتفتح ليه الشهيه بزاف، كيبدا ياكل بزاف، دونك غتكون زياده في الوزن، وفي اليامات الاولى كطير علينا النعاس. داكوغ، بون هادو ماشي مشكل، حيت خمس ايام من بعد دغيا كي ليفي ديالهم كيمشي. امتى كيكون المشكل؟ لما كنستعملو واحد المده طويله، دوك لما كنفوتو ربعه ديال الاسابيع هنا كتبدا كتبان اعراض جانبيه. شنو هي؟ اول حاجه هو ان الزياده في الوزن. كما قلت في الاول قلت بان هاد ماده الكورتيزون عندها علاقه بالميتابوليزم ديال الدهنيات. دونك لما كناخذوا هاد الماده بكميه كثيره كيكون لنا زياده في الانتاج ديال الانسجه الدهنيه، دونك الشحمه كتكثر. وفين غتكثر؟ في اماكن، واحد الاماكن بالضبط في الجسم ديالنا. بحالاش؟ بحال الوجه والجهه العلويه ديال الجسم ديالنا. هذاك الشيء يقولوا الناس منفوخين هكذاك. دونك هذا هو المشكل اللي كيكون. دونك كذلك فهي كترفع من الضغط الدموي، دونك لا طونسيون ارتيال كترتفع، يقدر ترتفع حتى لا طونسيون في العينين، دونك لو غلوكوم. كذلك كترفع لينا من نسبه السكر في الدم، دونك الناس اللي كانوا بحال قلتي على ابواب مرض السكري يقدر يجيهم السكر. الناس اللي عندهم مرض السكري وكياخذوا ادويه ولا كياخذوا الانسولين يقدر تفاقم من القضيه. اكزاكتومون، كيفقدوا هذاك التوازن. كذلك فهي كتؤدي لهشاشه العظام، دونك العظام كيوليو راشين،
وكذلك العضلات، لان عندها علاقه بالميتابوليزم ديال لي بروتيين. دوك كيوقع ما يسمى بلا فونت موسكولير، العضلات بحال كتذوب 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 والشحمه كتكثر. دوك الشخص كيبان لك يعني غليظ عامر بالشحمه، ولي موسكول كلهم العضلات لو موسكول تنربحوا في الانسجه الدهنيه. اكزاكتومون. كذلك عندها تاثير على البشره ديالنا، فهي كتسرهس. هذا مجال اختصاص ديالك، وهذا الموضوع اللي لربما انا بغيت نخصص ليه واحد الحيز اكبر من الوقت، لان الموضعيه هادشي اللي شائع عندنا بزاف ديال السيدات وديال العيالات وديال البنيتات شابات تيمشيو تيستعملوا الكورتيزون لوجههم بدون وصفه طبيه، كارثه. في الاول تيكون النتيجه زوينه. في الاول عرفتي كيبياض الواحد، yeah. ما كيبقاش الحياه اشراقه. اكزاكتومون، واحد النظره في الوجه مانيفيك كتبان واحد ثلاثه الاسابيع، ومن بعد شنو كيوقع؟ لابو كتبدا كترجع، كيولي الاحمرار، كينوضوا الحبوب، وداك البيوضيه كلها كتولي كحوله. عرفتي سميره، من اصعب ما يكون هو داك الكحوله، هو العلاج ديال الكحوله اللي كتكون عندها علاقه بالاستعمال العشوائي ديال هاد الكورتيزون. هي اللي عندكم صعيبه باش تعالجوها بزاف. وتتعالج بعدا ولا لا؟ كتعالج، ولكن حرام فاش كتجي عندك اون جون يلا عندها 28 سنه 28 طون كندابزو باش نعالجو لي طاش. بون غنقدروا نحسنوا منهم، ولكن ما عمرها غتعاود يرجع لها البشره اللي كانت عندها اف. وهذيك البشره اللي جاتها في الاول ما تحلمش بها، هذيك كانت غير ان لوغ بحال ان لوغ وصافي. حيت مضاده للالتهاب. شنو تيوقع؟ شنو تيوقع بحال دابا انا سيده ومشيت خديت كل الكريمات اللي تيتباعوا بلا ما. المشكل هاد الكريمات اللي كيتباعوا، كاين بزاف الكريمات ماشي طبيه داكوغ، كيبيعوهم على اساس انهم كيحيدوا لي طاش. كتكون فيهم بزاف مادات الهيدروكينون، كتكون فيهم كذلك مادات الكورتيزون. بون هما كيلعبوا على هذيك النتيجه السريعه اللي كتكون في الاول ديال اربعة الاسابيع الاولى. ودابا المشكل شنو كيوقع؟ هو ان الشخص بحال دابا واحد الوقيته يل سو رون كونت بان هذيك لاكريم ما بقاتش موافقه، دونك وجهه كيبدا كيكحال، كيبداو لي بوطون. فاش كيقطع لي كورتيكويد عاد ما كيزيد يكحال، وعاد باش ما كيزيدو يكثروا لي بوطون. كيولي في واحد الصراع مع راسو، كيخصو يعاود يرجع هذيك لاكريم باش تعاود تبرد ليه داك الشيء. ما حد هو كيرجع، ما حد هي ما كتبقاش تقضي. اكزاكت. وفات كيكون واحد التحسن في ذاك الاول، ومن بعد كتعاود الحاله كترجع. دونك هنا نحذروا من الخطوره ديال التعاطي لهذا النوع ديال. اجيو نشوفوا انتم يعني المهنيين في الامراض الجلديه، وقتاش تعطيو الكورتيكويد للوجه؟ الوجه الوغ كنعطيوه لما كيكون عندو ليكزيما. ليكزيما هي واحد الحساسيه موضعيه عندها علاقه بلو كونتاكت. نقول لك باغ اكزومبل، بحال دابا غنقدر نعطيه، بحال دابا واحد السيده مشات ودارت الصباغه للحجبان ديالها، ودارت اون اليرجي لديك الصباغه، دوك هاد البلاصه كلها غتنبل وغتنفخ. دوك هنا غادي نعطي لي كورتيكويد. سي اون انفلاماسيون. سي اون انفلاماسيون اللي كتكون مجهده بزاف. دوك كنعطيو لي كورتيكويد، كنعطيوهم بواحد الطريقه، كنعطيوهم بالليل، ما كنعطيوهم جامي بالنهار، ما كنعطيوهمش بالنهار، كنعطيوهم بطريقه اللي كتكون ديغريسيف. بحال دابا كنقولوا للسيده انها ديرهم واحد سبع ايام متتابعه، سبع ايام نهار اي نهار لا، سبع ايام نهار يومين لا. ومن بعد شنو كنقولوا لا باسيون؟ انها تلوح هذيك لا كريم، ما خصهاش تبقى تدور عندها في الدار. وهنا ما تيكونوش اعراض جانبيه؟ لا، لكن مقننه، استعمال مقنن. هذه اللي خاصنا نردوها في بالنا ونردو لها. هذا من بين الامثله. دوك كنستعملوها في الاكزيما، كنستعملوها في البسورياسيس، مرض البسورياسيس راه. وحيت ما عندكم لين عليها، حيت هي الملاد الوحيد. وديما كنقدروا نستعملوها بواحد الطريقه لاننا كنتفاداو ويوقعوا لنا هذه المشاكل. سميره، ما عمر لي كورتيكويد لما كيعطيهم الطبيب، كنهضر بعدا لي كورتيكويد على شكل لي كريم، ما عمر فاش كيعطيهم الطبيب ما كان مثلا لمسوا هذوك الاضرار الخايبه. كنشوفوا ذوك الاضرار بطريقه مقننه والوحده الجوفيه اللي كتكون كنشوفوا هاد الاضرار لما الشخص كيمشي كيتعطى لهم راسو. في حين لي كورتيكويد عن طريق الفم ولا الوغ لي كورتيكويد يقدروا يتاخذوا على شكل حقن، يقدروا يتاخذوا على شكل اقراص، يقدروا يتاخذوا على شكل سائل، يقدروا يكونوا على شكل بخاخ، على شكل تقطيرات العينين. دوك كاين بليزيور فورم. الوغ لما كيدوزوا في الدم ستادير كلهم عندهم نفس الاعراض الجانبيه اللي تسمناهم بطريقه عشوائيه. عشوائيه. الوغ الان غنتكلم على لي كورتيكويد اللي كيدوزوا في الدم، سافيدير لما كناخذهم عن طريق الفم ولا عن طريق الحقن. الوغ هنا ما كنقدروش نتحكموا في الاعراض الجانبيه 100%، ولكن كنحاولوا اننا نقصوا من الحده ديالهم. دوك لما كنعطيو لي كورتيكويد لواحد المده طويله، اول حاجه كنقولوا للشخص انه ياكل بدون ملح، خصو يحيد الملح من الاكل ديالو باش نتفاداو ارتفاع ديال الضغط الدموي.
كنقول ليه ينقص من الدهنيات والسكريات باش ما يوقعش لينا هذاك المشكل ديال الخلل في التوازن باش الشحمه ما تكسرش لينا. كاين هذا ما كاين بحال دابا داك لي في سكوندير ولا العريض الجانبي ان الوجه كيتنفخ ما عندكش ليه حل. ولكن في غالب الاحيان كتكون امراض اللي كتكون ثقيله وكتاثر على جوده الحياه ديال المريض وما كنلقاوش حلول اخرى بديلة. الا لي كورتيكويد. كذلك كنعطيو لي باسيون الكالسيوم ولا فيتامين دي باش ما يوقعوش في الهشاشه ديال العظام. كتكون مراقبه صارمه ديال السكري ديال لا طونسيون ارتيريال. دوك كنديروا مجموعه هاد المسائل باش كنرافقوا هاد المريض وباش نجنبوا الاضرار والعرض الجانبي ديال المسألة اخرى هو اننا في غالب الاحيان كنعطيو اون دوز كبيره لمده واحد الشهر تقريبا ومن بعد كنبداو نقصوا تدريجيا حتى كنوصل لواحد الجرعه اللي كتكون قليله بحال الجسم تيبدا يتسانس انه يخدم بلا هذوك الكورتيكويد. اكزاكتومون وفات بحال قلتي رجال مطافئ في الاول هاد لي كورتيكويد بحال كيطفيو لينا ديك العافيه وباش تبقى ديك العافيه طافيه خصنا نبدا ما نخليو واحد الجرعه اصغر ما يمكن اللي تخلي لنا هذاك الالتهاب يهمد. اكزاكتومون. كذلك المشكل في لي كورتيكويد هو انهم لما كنستعملوهم عند الاطفال فهما كيعطلوا النمو ديالهم. دونك هنا كنحضر الامهات للاطفال ديالهم عندهم مرض الربو ولا لازم فهما كيستعملوا بزاف ماده الكورتيكويد اون جينيرال فاش كيكونوا دوك لي بوسي ولا دوك التهيوجات الكبيره ديال اللازم كنقدروا نعطيو الكورتيكويد لمده 5 ايام. وبعض الامهات اشاك فوا كو الولد ديالها كيتوقف كتبقى تعطيها من ديتها الرصاصه تقول اش هذاك قد ليا ديك المره جي هذا ماشي حل نورمالو فاش كيكون لازم ولا كيكون الربو عند الطفل كاينين لي كورتيكويد كيقدروا يتعطاو على شكل بخاخ لانهم الا كانوا على شكل بخاخ كنعطيهم ما بين لي بوسي وكيبداو يبعدوا لينا ما بين التهيجات ديال المرض ولازم كيبدا كينقص هذا كيتسمى لو تريتمون دو فو. ولما كناخذهم على شكل بخاخ المرور ديالهم الدم كيكون قليل بزاف دوك ما كيكونوش اعراض جانبيه بحال لما كناخذهم على شكل اقراص ولا على شكل محلول لان الاطفال الصغار كنعطيهم على شكل بحال دي بتيت سوليسيرات قطيرات. اللي خاصنا نشدو اليوم معك دكتوره ليلى باش نشدو قلتها بالدارجه زعما خاصنا نشدوها فريمون نبقاو على بال فيها هي ان ماده الكورتيزون هي ماده سحريه ولكن في نفس الوقت خطيره جدا. ماده سحريه سي بيان ديال سمير سحريه ولكن خطيره عندها واحد الفعاليه اللي رائعه ولكن بحال قلتي سلاح ذو حدين ما عرفناش نستعملوه كنطيحوا في اعراض جانبيه اللي كيسون ايريفيرسيبل اللي ما نقدروش نرجعوهم من بعد. دونك هذوك الكريمات اللي تنمشيو ناخذوهم بوحديتنا ونديروهم لوجهنا وتتبان اشراقه هذيك الساعه راه غير غنحضر واحد المساله سميره من بعد السيدات اللي باش يصفيو الوجه ديالهم كيخلطوا هاد لي كورتيكويد مع دوطخ كريم وكيصوبهم على شكل بحال خلطه وكيديروا من الوجه ديالهم فحتى هما عندهم هاد لي ميم زيفي سكوندير ولا الاعراض الجانبيه اللي تكلمنا هذا مع العلم انكم انتم حنا كنستعملوهم على شكل بريباراسيون ولا خلطات ولكن كنستعملوهم في الحالات ديال ليكزيما في الحالات ديال بسورياز كاين اللي تياخذهم ويديرهم غير باش يصفوا وجههم. اكزاكتومون انيكسيت زيل وي. شكرا لك دكتوره ليلى بشرى على كل هاد النصائح. بقاي معنا غادي نمشيو نشوفوا مع وئام مقتد كيفاش نصوبوا بديتنا اون بوشيت ديال لي لونيت حاجه سهله زوينه نقدر نقتسموها مع الوليدات ديالنا خصوصا يوم الاربعاء اليوم ان شاء الله.